شوية الوضع. سخرت مصالح مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيزي وزو إمكانية معتبرة لدخول ناجح، وهذا بتخصيص عدة تخصصات جديدة لفائدة شباب الولاية تهتم بمتطلبات سوق الشغل بالولاية. ومن بين الجديد الذي اعتمده القطاع هو مرافقة الشباب المتكونين في ميدان المقاولة. التغطية لمنى زعلوك. ما يميز هذا الدخول المهني هو استقطاب أكثر من 11 ألف متكون جديد في مختلف التخصصات والشعب المهنية. القطاع أدرج تخصصات جديدة لأول مرة، تعدادها هي 9 تخصصات لها ارتباط وطيد بخصوصيات الولاية ولا سيما في مهن الفندقة والسياحة. لا أعتبر كذلك التكوين المهني كحلقة هامة من في هذا كل هذه القطاعات، حيث تستقطب يعني عدد كبير من الشبان، خاصة الشبان اللي يخرجوا بعد التعليم المتوسط والثانوي. على نوال بسكينين نكمل السكيلنا لا فورماسيون بروفيسيونيل. بون قال لي اون فان دو ستاج، قال لي ديرني سيكل ستاج براتيك، خدمة تكنيسيان.